أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وذكرنا ما نسينا، واجعل علمنا وعملنا وسائر أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا نور الفهم، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وبعد، فالحديث موصول إن شاء الله تعالى مع قراءة كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات سيدي أحمد بن محمد بن أحمد الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وعن مشايخنا أجمعين، ونفعنا بهم وبعلومهم وبركاتهم. آمين 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 يا رب العالمين. وصلا بما سبق، والشيخ يتحدث في باب البيوع حتى وصلنا إلى باب في الضمان، في الضمان وأحكامه وأسبابه، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى قوله رضي الله عنه: فأركانه خمسة، يعني أركان الضمان خمسة. الضمان طبعا يعني إنه إيه؟ إنه حد يضمن حد بإيه؟ في دين من بيع أو من قرض، يعني أساس الدين ده كان من بيع أو من إيه؟ أو سلف عادي قرض، فهو عاجز عن السداد، بيضمنه، بيجيب ضامن يضمنه عشان ايه؟ عشان تجتمع، تتأكد الثقة باجتماع الذمتين. يعني قال: فأركانه خمسة: ضامن ومضمون ومضمون له ومضمون به وصيغة، وشرط الدين لزومه للمضمون في الحال. شرط الدين لزومه يعني يكون لازم في الحال، ما يبقاش دين مؤجل. دين المؤجل ما يحتاج ايه؟ ما يحتاج ضامن. وشرط الدين لزومه للمضمون في الحال، بل ولو يلزم المضمون في المآل أي المستقبل، كجعل. جعل يعني ايه؟ يعني شيء متفقين عليه في أجرة. جعل، الجعل اللي هو الشيء الذي اتفق عليه الطرفان في ايه؟ في خدمة قام بها او عمل او مقاولة او اي حاجة. فالجعل ما اتفق عليه، ما اتفق عليه الطرفان كجعل، فانه قد يؤول للزوم. الجعل لا يلزم لكن يؤول للزوم. ايه معنى لا يلزم ويؤول للزوم؟ يعني انت متفق انه الرجل ده يخلص لك الشغلانة الفلانية وبعد سنة تديه حقته، وهو موافق على ذلك لانه بيعمل اعمال كتيرة. خلاص، ده لازم في المآل وليس في الحال. يبقى هو اتفق مع اللازم في الايه؟ في انه هيلزم، لكن ليس الان وانما ايه؟ في المآل. كجعل فانه قد يؤول للزوم، كما لو قال شخص لاخر: إن أتيت لي بعبدي الآبق مثلا فلك دينار. العبد الآبق، العبد المملوك الذي هرب من سيده. فالسيد يقول لآخر: إن أتيت لي بعبدي فلك كذا. ده الدينار اللي اتفقوا عليه ده اسمه جعل. اسمه ايه؟ جعل. يعني اتفقوا على حاجة يديها له لما يجيب. هذا لا يلزم في الحال، وإنما يقول للزوم إمتى؟ لما يأتي بالعبد. فيصح ضمان القائل: فإن أتى المخاطب بالعبد لزم الضامن الدينار،
إن لم يدفعه رب العبد للعامل الضامن اللي قاعد جنبه، قاعد جنب السيد، قال له أنا أضمنه أنه يعطيك الدينار إن أتيت له بعبده، هذا هو الضامن. فإذا جاء بالعبد ولم يدفع السيد صاحب العبد هو الضامن، يبقى هو المطالب بالإيه؟ بالدينار الذي كان جعلا بينهما. فإن أتى المخاطب بالعبد لزم الضامن الدينار إن لم يدفعه رب العبد للعامل. وكذا داين فلانا وأنا أضمنه، يعني أنت تقول لواحد فلان طالب حاجة سلف من حد والتاني مش راضي، مش راضي مش لأنه مش معاه، لا معاه بس لا يثق فيه، لا يثق فيه، فقال له داينه وأنا ضامن له. اللي قال هذا الكلام هو مسؤول، إذا لم يدفع لم يسدد هذا الرجل الدين الذي عليه هو مسؤول أن يدفع عوضا عنه. لماذا؟ لأنه قال داينه وأنا ضامن. قوله أنا ضامن هذا إلزام منه لنفسه بأن يدفع إذا لم يدفع المضمون. وكذا قوله داين فلانا وأنا أضمنه، أو قوله أيضا إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن، يعني اثنين في السوق بيتعاركوا مع بعض، يا عم اديني حقي لا مالكش عندي، فجاء الثاني قال له بص إذا ثبت لك عليه دين فأنا ضامن أنا أديه لك. طيب أنا يا عم أنا أجيب لك البينة التي تثبت ذلك، إيه؟ الصك الذي كتبه على نفسه، هو ده احنا مكتبين، ده المولى عز وجل قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإحنا كاتبين. طب بس الورقة فين؟ مش معايا في البيت، روح جيبها وتعال. يبقى اللي قال أنا ضامن إن ثبت لك دين على فلان فأنا ضامن يبقى يضمن، ماشي؟ أو قال له ما فيش كتابة بيننا بس كان الموضوع ده قدام فلان وفلان وهؤلاء عدول شهادتهم مقبولة، يبقى خلاص لما يجي الشهود يقولوا فعلا خد منه كذا قدامنا وما رأيناه سدده، يبقى اللي قال أنا ضامن إن ثبت لك عليه دين يغرم ويضمن. قال لا كتابة فلا يصح ضمانها. ليه بقى؟ الكتابة بيقصد بها إيه؟ الكتابة اللي ما يصحش ضمانها مش كتابة الإيصالات والمستندات، لا، الكتابة الذي كاتب سيده على أن يعتق نفسه من سيده إذا إيه؟ ودي اللي جت فيها الآية الكريمة في سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب الكتابة دي ينفع فيها ضامن؟ لا. ليه؟ لأنه عند عجزه عن السداد يعود عبدا لسيده، يظل عبد لا تنتهي عبوديته لسيده ولا يكتسب الحرية، لا يتحرر من الرق إلا بدفع آخر قسط في الإيه؟ في النجوم اللي متفقين عليها. إيه النجوم؟ النجوم دي يعني الأقساط، ها؟ كلمة نجوم يعني أقساط، أجزاء، يعني أجزاء. عشان كده يقول لك نزل القرآن الكريم إيش عمر؟ منجما، يعني ما نزلش مرة واحدة زي الكتب السابقة، وإنما إيه؟ نزل منجما يعني مجزأ كل مرة حاجة. فالنجوم يعني الأقساط اللي اتفق الراجل إني أنا إذا دفعت لك 100,000 جنيه تعتقني؟ أيوة أعتقك. دفعهم إزاي؟ أنا على 20 شهر حديك كل شهر 5,000، 25 بإيه؟ 100، ماشي، والراجل ملتزم في السداد. طيب ينفع يجي واحد يضمنه؟ طب ما هو مش، وبعدين لا ما ينفعش، لأنه ده قال لا كتابة فلا صح ضمانها، لأنها ليست بلازمة للمكاتب، مش لازمة عليه. لا، قال له خلاص أنا منيش دافع يا عم خليني عبد. ولا آيلة للزوم، لأنه إذا عجز رجع رقيقا. معنى رجع رقيقا يعني بقي رقيقا، لأنه مش هيتحرر بعد كده يرجع للرق مرة أخرى، لا، هذا من تعبيرات الإيه؟ من التعبيرات المتساهل فيها. فإن عجز عن السداد رجع رقيقا أي بقي رقيقا كما هو.
وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق بغير إذن سيده بغير إذن الولي، لو تداين صغير بغير إذن وليه أو سفيه بغير إذن وصيه أو رقيق بغير إذن سيده فلا يصح ضمانه لما ذكر، لأن تصرف هؤلاء لا معول عليه. لكن إذا أذن الكبير للصغير الوالي بتاعه، أو أذن الوصي للسفيه في التصرف، أو أذن السيد للعبد، فإنه يضمن هنا. هذا يضمن لأن الكلام ليس معه وإنما مع من أذن له. وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق غير مأذون بغير إذن الولي أو السيد فلا يصح ضمانه لما ذكر، ولا يلزم الضامن شيء إلا بشرط تعجيل العتق للمكاتب، نحو إن أعتقته فأنا ضامن لما عليه من الكتابة. قال له كده بقى علي يا عم، ده دفع 50,000 لسه عليه 50، يقول له لو أعتقته دلوقتي أنا ضامن له، خلاص ماشي. فأعتقه فيلزم الضامن ما عليه لأنه آل للزوم به بالعتق. ولزم الضمان أهل التبرع وهو الحر الرشيد كما أخذ من التعريف، لزم الضمان أهل التبرع، منهم أهل التبرع الحر الرشيد، فلا يلزم سفيها ولا صبيا ولا مجنونا ولا مكرها. ودخل ضمان المريض والزوجة في الثلث، المريض الذي لا يرجى برؤه، لا ينتظر يعني أن يبرأ من هذا المرض، والزوجة دخل ضمانهما في الثلث كما يأتي. كذي رق يلزمه الضمان إن أذن له سيده فيه ولم يكن مكاتبا ولا مأذونا له في التجارة، بل ولو كان مكاتبا أو مأذونا فلا بد من إذن سيده، وإلا يأذن السيد صح ضمان الرقيق فقط ولا يلزمه، فللسيد إسقاطه عنه، فإن أسقطه عنه لم يتبع. معنى يتبع يعني لم يطالب به، اتبعه أي طالبه بما عنده، اتبعه أو تعقبه معناها طالبه بما عنده. فإن أسقطه عنه لم يتبع، خلاص ما حدش يطالبه بالكلام مع السيد. واتبع الرقيق به أي بالضمان، فيلزمه دفع المال إن عتق ضمن بإذن سيده أو لا، إن لم يسقطه السيد عنه في الثاني. فإن أسقطه قبل العتق سقط، وأما فيما إذا أذن له فليس له إسقاطه. وزوجة ومريض ضمنا بثلث أي بقدر ثلث ما لهما من التركة، أو الزوجة ما لها من الحقوق، فيلزمهما، فإن زاد على الثلث لم يلزمهما، بل يتوقف على إجازة الوارث بالنسبة للمريض، وعلى إجازة الزوج بالنسبة لضمان الزوجة. وجاز ضمان الضامن ولو تسلسل، ويلزمه ما يلزم الضامن الأول الأصلي، يعني أنت تضمني وحد يضمنك وحد يضمن اللي يضمنك، يجوز التسلسل ده، مقبول في الأسواق وفي التجارات وفي الديون. وجاز ضمان الضامن ولو تسلسل، ويلزمه يعني يلزم الضامن الثاني أو الثالث أو الرابع ما يلزم الضامن الأصلي. وجاز داين فلانا وأنا ضامن، يعني يجوز هذا الكلام، يقول له داين فلانا كما مر بنا قبل ذلك، داين فلانا وأنا ضامن، ولزم الضمان فيما ثبت أنه داينه به بالفعل، إن كان ما ثبت مما يعامل به مثله،
لا إن لم يثبت، ولا إن عامله بشيء لا يعامل به مثله على أرجح التأويلين. يعني إيه يعامل به مثله؟ يعني التاجر الصغير الذي لا يتجاوز في تجارته مبلغ معين، ما يجيش واحد يقول أنا دينته 3 مليون، يقول لا ده، يقول لا مش ده، لا يعامل مثله بهذا. يبقى شرط الضمان إذا ثبت أنه داينه بما يعامل به مثله. إذا لم يثبت بالمرة أو ثبت أنه تعامل بما لا يتعامل معه مثله فلا ليس على الضامن شيء. وله لمن قال عامل فلانا وأنا ضامن، قل له فلان عايز يشتري مني حاجات وأنا مش واثق ده بيسد ولا بيسدش، قل له عامله وأنت مطمن وأنا ضامن. طب بعدين إذا عجز عن السداد أو ماطلة يبقى الضامن هو المسؤول، لأنه الذي قال عامله لأنني كنت لا أثق فيه ولا أعرفه. أنت حينما قلت لي عامله وأنا ضامن عملته بناء على كلامك لي، إذن كلامك هذا مقام إيه؟ مقام أنني أعاملك أنت، أنا أثق فيك ولا أثق في من ضمنته. أما وقد ضمنته فخلاص عملي معك أنت. وله أي لمن قال عامل فلانا وأنا ضامن له الرجوع عن الضمان، يرجع عن الضمان بس إيه في ساعتها بقى قبل المعاملة. يا عم أنت أنا قلت لك عامل فلان وأنا ضامن، اديته ولا لسه؟ ولسه ما اديتوش، خلاص ما اديهوش، يجوز الرجوع في الضمان. ليه؟ كنت أثق فيه فاكتشفت أنه ليس بثقة، كنت أظنه صادقا فاكتشفت أنه ليس بصادق، يجوز الرجوع في الضمان لكن قبل المعاملة. لكن بعد المعاملة خلاص ما ينفعش الرجوع، أنا عملته خلاص. وله أي لمن قال عامل فلانا وأنا ضامن له الرجوع عن الضمان قبل المعاملة لا بعدها، إنصاف وعدالة حنيفية سمحاء في إيه؟ في شريعة ديننا. بخلاف قوله لمدع على رجل احلف أن لك عليه حقا وأنا أضمنه، فليس له رجوع ولو قبل حلفه، لأنه التزام، كأن قال إن حلفت ضمنته فمتى حلف لزمه، وليس له رجوع قبلها. وجاز ضمان بغير إذن المضمون فلا يشترط إذنه كأدائه عنه. ينفع المضمون ما نستأذنوش، ينفع أنا متطوع يا عم ما تستأذنوش، فلان ده دماغه لوحدها وأنا ضامن، أنا ضامن له. قال كأدائه عنه، يعني إيه أدائه عنه؟ جي واحد بيقول لك أنت لك فلان ده لو عندك كام؟ لو عندي 10,000 خذ أهما. يا عم لا، لما لكش دعوة، أنا بخلص بيه، أنا بعرف أخلص بحقي منه، أنت خذ حاجتك، ما لكش علاقة بإيه بكده. هذا يجوز. قال كأدائه عنه، أي كما يجوز لإنسان أن يؤدي ما على مدين، أن يؤدي ما على مدين يعني يؤدي الذي على المدين رفقا به لا عنة أي ضررا. يعني إيه رفقا به؟ يعني تكون النية خالصة إنك أنت هتسدد عنه وهتصبر عليه لا عنة، مش عشان أنت تسد عنه وتذله بعد كده في كل مكان، أنا اللي سددت له، أنا اللي كده، أنا وتستعبد عشان أنت. قال رفقا به لا عنة ولا ضررا لأجل ضرر المدين، فلا يجوز، لا يجوز إنه حد يؤدي عنه من غير إذنه بعنة. ولذلك هو ترى يعني موضوع ده حاصل، إنه واحد يقول حد عنه، يقول له لا، طبعا هو مش رافض إنه حد يسد عنه، لكن مش مستريح لمعاملة صاحبنا، غير مستريح لمعاملة الراجل اللي بيقول له هسد عنك، لأنه هيمن عليه وهيزله ويعنت عليه ويشق عليه ويفضحه في كل حتة. فيرد ما أداه عنه عنة، وليس للمؤدي مطالبة على المدين، بل يجب منعه عن مطالبته قهرا عنه كشرائه الدين، كأن يشتري الدين، أي كما يمنع بشراء دين من ربه عنة بالمدين، وقل له فلان
واخد منك كام؟ واخد مني 10 أو 100 أو 50، طب بيعهم لي؟ بيعهم لك إيه؟ خد اللي أنت عايزه فيهم، خد 60، مش هو لك عنده 50؟ 50,000، خد 60,000 وسيبني أنا أتصرف معاه، ينفع كده؟ لا ما ينفعش، لأنه إيه؟ هيشتريه عشان إيش؟ كما يمنع بشراء دين من ربه عانة بالمدين، عانة بالمدين، ويرد، يعني يرد هذا البيع ويفسخ ولا إيه؟ ولا يمضي. فإن فات الثمن في يد بائعه رد مثله أو قيمته، فإن تعذر الرد بموت رب الدين أو غيبته غيبة طويلة تولى الحاكم قبض الدين من المدين بالمعروف، وتولى أيضا دفعه للمشتري عانة ومنعه من التسلط عليه. لازم الحاكم يتدخل عشان ما تبقاش الحكاية إيه غابة، ويسطو الكبير على الصغير والقوي على الضعيف. ولما فرغ الشيخ من أركان الضمان وشروطه بيّن ما يرجع به الضامن إذا غرم. يرجع به بقى، معنى يرجع به يعني طالب بإيه؟ ورجع الضامن على المدين بما أدى عنه ولو مقوما، مقوم يعني إيه؟ مسعر، معروفة قيمته يعني، لأنه كالمسلف يرجع بمثل ما أدى حتى في المقوم لا بقيمته، حيث كان من جنس الدين إن ثبت الدفع منه لرب الدين ببينة أو إقرار رب الدين. وجاز له أي للضامن الصلح. الصلح بقى اللي هو إيه؟ مر بنا باب الصلح قبل الضمان. الصلح أنهم يتصالحوا على شيء، يتصالح الدائن والمدين على شيء أو البائع والمشتري. وجاز له أي للضامن الصلح، أي صلح رب الدين بما جاز للمدين أن يصالح به رب الدين، فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه من الدين جاز للضامن دفعه له أيضا، لأنه حل محل صاحب الإيه؟ صاحب الدين. الضامن حل محله، فيجوز له أن يتعامل بكل معاملة كانت جائزة للمدين. وما لا فلا، الشيخ بيقول وما لا فلا، يعني ايه وما لا فلا؟ يعني ما لا يجوز للمدين الأول لا يجوز للضامن، كل ما جاز له أن يتعامل به جاز للضامن أن يتعامل به، وما لا فلا يعني ما لا يجوز له فلا يجوز للضامن. أي فيجوز الصلح بعد الأجل عن دنانير جيدة بأدنى منها وعكسه وبأقل لا قبل الأجل. إذا جاء أجل سداد الدين يجوز الصلح. يعني إيه الصلح؟ يعني يا عم أنت مش لك 20، خذهم 15، اسمها صلح دي، قبل الراجل صاحب المبلغ قبل تصالح عليه. يا عم أنت مش ليك أردب قمح جيد، أنا والله ما عنديش النوع الجيد اللي كنت واخده منك، أنا عندي قمح بس تعبان شوية يعني أقل جودة من اللي أخذته منك، ينفع تأخذ أردبك منه؟ خلاص ينفع يا عم، دي اسمه صلح. الصلح أنه بيتنازل عن بعض الذي له على سبيل أنه يخلص من الإيه؟ من هذه المعاملة، يخلص من هذه المعاملة. ولذلك قال إيه؟ فيجوز الصلح بعد الأجل، بعد حلول الأجل، لكن لو الأجل لم يأتي بعد ينتظر يمكن تفرج. فيجوز الصلح بعد الأجل عند دنانير جيدة بأدنى منها وعكسه، عكسه يعني إيه؟ يعني أفضل، يأخذ أفضل، ينفع، ده كمان من حسن القضاء ومن حسن الأداء. وبأقل، يبقى جيد بأدنى بتكلم عن الإيه؟ عن الجودة وعدمها، أقل وأكثر بتكلم عن العدد، وكل هذا عند إيه؟ عند حلول الأجل، أجل السداد. قال وكذا الطعام والعروض من سلم، إلا الصلح عند دنانير حالة بدراهم وعكسه، أو صالح بعد الأجل عن طعام، عن طعام سلم بأدنى أو أجود فيجوز للمدين لا للضامن. هذا الموضوع يجوز لمين؟ لرب
لصاحب المعاملة الأصلي ولا يجوز للضامن، لأن الضامن بيضمن لما يكون فيها أشياء تقبل التأخير، لكن الأشياء الحالة التي لا تقبل التأخير زي الطعام وكده خلاص هذا يجوز إليه، يجوز فيه لرب المعاملة الأصلي، فيجوز للمدين لا للضامن لما فيه من تأخير الصرف وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه. وإحنا عارفين أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. ورجع الضامن إذا صالح رب الدين على المدين بالأقل منه، أي من الدين ومن قيمة ما صالح به، كان حيث كان مقوما عن عين، كما لو صالح بثوب أو عبد عن دينار أو عن دنانير أو دراهم، فإن صالح عنها بمثلي رجع بالأقل، يعني طالب بالإيه بالفرق، فإن صالح بأجود أو أدنى حيث جاز رجع بالأدنى، ولو صالح بأقل من الدين رجع به بالدين نفسه، أو بأكثر رجع بالدين، ولو صالح بمقوم عن مقوم غير جنسه رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به كما في المتن بناء على القول بجواز ذلك. قال: ويظهر من كلامهم، من كلام مين؟ الفقهاء المالكية. من اللي بيقول ويظهر من كلامهم؟ مولانا الشيخ الدردير صاحب الشرح الصغير. قال: ويظهر من كلامهم أنه الراجح، أن هذه المعاملات هي الراجحة، وكذا قولنا فإن صالح عنها بمثلي إلى آخره، فإنه مبني على القول بالجواز أيضا، وهو ما في الكفالة من المدونة، مدونة الفقه المالكي، المدونة بتاعت الإمام مالك كما ذكره ابن عرفة. ولا يطالب الضامن، أي ليس لرب الدين ولا يطالب الضامن، أي ليس لرب الدين مطالبته به إن تيسر الأخذ لرب الدين من مال المدين بأن كان موسرا غير ملد ولا ظالم. الملد يعني كالذي لد في الخصومة الذي يماطل في السداد، الملد وهو ألد الخصام، نعم أشدهم لددا. بأن كان موسرا غير ملد ولا ظالم، وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام مالك بعد قوله رب الدين مخير في طلب أيهما شاء، ولو كان المدين غائبا حيث كان الدين ثابتا ومال المدين حاضرا يمكن الأخذ منه بلا مشقة. قال: إلا أن يشترط رب الدين عند الضمان أخذ أيهما شاء، أو يشترط تقديمه في الأخذ عن المدين، يقول له أنا هأخذ منك أنت ماليش دعوة بالمدين، أو قال أنا هأخذ من أي واحد اللي جاهز فيكم هأخذ منه، يبقى كده إيه إذا اشترطوا يبقى يمضي الشرط، يمضي الشرط. إلا أن يشترط رب الدين عند الضمان أخذ أيهما شاء، أو يشترط تقديمه في الأخذ عن المدين، أو ضمن الضامن المدين في الحالات الست: الحياة والموت والحضور والغيبة واليسر والعسر، هذه الحالات الستة، في حضوره وغيبته، في حياته وبعد وفاته، في يسره وفي عسره. قال أنا ضامن في كل أحواله، يبقى خلاص إيه يبقى الكلام معه من مال الغريم. القول له أي للضامن في ملائه، معنى الملاء يعني اليسر والغنى، عشان كده الحاشية بتاع كانوا يسموهم الملاء، مش كده يملوا العين، يعني ملاء يعني يملوا العين. ليه؟ لأنهم ما فهمش فقراء، ما فهمش ضعفاء، دايما هم ليه، ودايما اللي بيصدون عن الدعوة ينصرفون عنها في أنفسهم ويصدون عنها غيرهم هم الملأ مش الفقراء. قال: القول له أي للضامن في ملائه، يعني في يسره، أي ملاء المدين عند التنازع في ملائه وعدمه، فلا مطالبة لرب الدين على الضامن إذا كان المدين
مليئا يعني موسرا، لأن القول قوله في ملاء المضمون ولا على رب الدين، لأنه مقر بعدمه، يعني الثاني يقول أنه معدم ما عندوش، لكن القول ليس له، مش هو اللي يصدق، يصدق الضامن الذي كل ضمنته لأن يعرف أنه عنده وتشهد البينة بذلك، يبقى القول لا عبرة بما قاله المدين. والذي قاله سحنون واستظهره ابن رشد أن القول للطالب، فله مطالبة الحميل، الحميل اللي بيحمل عن إيه؟ عن صاحبه، ما لم يثبت ملاء الغريم وتيسر الأخذ منه. بفي شرطين، إمتى ما يرجعش على الضامن ده؟ لما يتيسر المدين ويكون الأخذ منه بلا مشقة. فإذا كان معدما خلاص يأخذ الريح من البلاط. طب وإذا كان عنده بس لا يؤخذ منه إلا بمشقة، يبقى نرجع على الضامن، نرجع على الضامن أو الحميل. ولذلك قال ما لم يثبت ملاء الغريم وتيسر الأخذ منه، تيسر كان الأخذ منه بلا إيه؟ بدون مشقة. وبه العمل هو الراجح. واستظهره المصنف في التوضيح أن القول للحميل، لما مولانا الشيخ الدردير يقول واستظهره المصنف في التوضيح أن القول للحميل، بيتكلم عن الشيخ خليل، متن الشيخ خليل الذي يعني استقى منه هذا ليه. وله أي للضامن طلب المستحق الذي هو رب الحق، طلب المستحق الذي هو رب الحق بتخليصه من ربقة الضمان. الربقة القيد، وهو هنا معنوي، ربقة الشيء قيده وربطه، واحدة الربق وهو حبل ذو عرى يعني مقيد به الإنسان، لكن هنا التقييد معنوي وليس تقييدا بحبل. وله أي للضامن طلب المستحق الذي هو رب الحق بتخليصه من ربقة الضمان، بأن يقول له إذا حل الأجل ولو بموت المدين، إما أن تطلب حقك من مدينك أو تسقط عني الضمان. كل ده في إيه؟ في قبل المعاملة، لكن بعد المعاملة ينفعش ليه؟ ينفعش يقول هذا الكلام. وله أيضا كما هو نص المدونة طلب الغريم أي المدين بالدفع، أي بدفع الدين لربه عند حلول الأجل لا قبله. وهذا راجع للمسألتين، إذ قبل حلول الأجل لا مطالبة له على واحد منهما، لا على رب الدين ولا على إيه. ولا على الغريم، لا أي ليس له مطالبة الغريم بتسليم المال إليه ليوصله إلى ربه، وليس على الغريم دفعه له وضمنه الضامن إن اقتضاه من الغريم ليوصله لربه، سواء طلبه منه أو دفعه له الغريم بغير طلب، بلا طلب، لكن على وجه البراء منه. ولو تلف منه بغير تفريط أو قامت بينة على هلاكه، لأنه متعد بقبضه بغير إذن ربه، ما حدش قال له خده ووديه، فحتى لو تلف منه غصب عنه هو الضامن، هو المسؤول، هو الغريم. وحيث قبضه على وجه الاقتضاء بغير إذن ربه، كان لربه غريمان يطلب أيهما شاء، يطلب المدين الأول أو يطلب الثاني اللي قال حياخده الغريم، اللي قال حياخد الحاجة يوصلها وما وصلهاش. لا إن أرسله المدين به إلى رب الدين فضاع منه فلا ضمان حيث لم يفرط، لأنه صار أمينا بالإرسال، مدام أرسلت إذن أنت تثق فيه فهو ملوش ذنب. قال ومثل الإرسال زي بالضبط، يعني تتحقق به الثقة،
لو دفعه على وجه التوكيل عنه في توصيله لربه، أو هو إرسال حكما، فلا ضمان على الضامن ولو تنازع. فقال الغريم: قبضته مني اقتضاء. وقال الضامن: بل رسالة أو توكيلا. فالقول للغريم، يعني الغريم هو الذي يصدق حينما يتنازعان. وكذا لو انبهم الأمر، انبهم يعني خفي من الايه؟ من الإبهام يعني. وكذا لو انبهم الأمر، كما لو مات الضامن أو غاب، فضمان الضامن في صور ثلاث. فالصور خمسة، يعني اثنين اللي قبل هذا والثلاثة اللي حيقولهم. فالصور خمسة، فقوله إن اقتضاه أي حقيقة أو حكما، فيشمل الثلاثة. وقوله لا أرسله به أي ولو حكما، فيشتمل الصورتين معا. وعجل الدين بموته، أي الضامن، بموت الضامن عجل الدين، خلاص ما ننتظرش حلول الأجل، يعجل الآن بقى بدل الضامن مات. وعجل الدين بموته، أي بموت الضامن قبل الأجل، من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه، أي وارث الضامن على الغريم بعد الأجل. الضامن توفي، والمولى عز وجل بيقول دائما من بعد وصية يوصي بها أو دين، فضمانه لمن ضمنه كأنه دين عليه. قبل أن تتوزع التركة على الورثة يؤخذ منه هذا الجزء. طيب، ويعطى لمين؟ لمن ضمنه هذا الضامن. بعدين، لأن الأجل لم يحن، بس إحنا مش هنفضل معطلين التركة لغاية ما يأتي الأجل بعد سنة ولا بعد سنتين زي ما هم متفقين عليه. هنقسم دلوقتي، بس قبل ما نوزع نطلع هذا الجزء من التركة، لأنها في حكم في حكم الدين. طب بعدين الورثة بقى عند حلول الأجل لهم أن يرجعوا على مين؟ على الغريم اللي أبوهم سد عنه، ضمنه وسد عنه من تركته بعد وفاته. تعالى الأجل حل، وإحنا دفعنا لك من تركة الوالد أو من تركة المرحوم المورث ما قيمته كذا، لأنه كان ضامنا لك، وأردنا أن يذهب إلى الله عز وجل ولا شيء لأحد في ذمته. إحنا سددنا لك أهو، والأجل ما كانش حان فسبناك، دلوقتي الأجل الأجل حان. تتوزع التركة بعد ما يتخذ منها الجزء ده على الورثة، بعد كده الورثة يروحوا لصاحبنا الغريم ياخذوا منه الحاجة اللي كان ضامن بها اللي دفعوها هم من مال أبوهم، وتتوزع عليهم برضو بأنصبائهم، توزع عليهم بنفس توزيع التركة السابقة. ورجع وارثه، أي وارث الضامن على الغريم بعد الأجل أو بعد موت الغريم على ورثته. تاني قبل ما يموت، قبل ما يسد، أو قبل ما يجي الأجل اللي فيه السداد، مات كمان هو. الأول مات الضامن وسددنا لصاحب الحق، بعد كده مات المضمون. قلوا تعالوا إحنا سددنا لأبوكم اللي عليه، عشان أبونا كان ضامن له، سدوا أنتوا الآن قبل ما توزعوا أي حاجة، سدوا اللي كان على أبوكم. يقول لك الأجل طب ما جاش، يقول معليش ما إحنا سدينا قبل الأجل برضو، عشان مدام حصل الموت ما فيش حاجة ما انتظار الأجل، لأنه التركات مش هتتعطل عشان موضوع زي كده. سددوا اللي عليه بقى عشان خاطر ورجع وارثه، أي وارث الضامن على الغريم بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته، يعني على ورثته. إن ترك ما يؤخذ منه الدين، وإلا سقط لما يكون المات ده ما عندوش حاجة، عوضهم على الله ما سبش حاجة. طيب، الضمان ده اللي هو بتكلم فيه بقى من اللقاء الماضي والنهاردة كملنا فيه، هل له مبطلات؟ هل هناك أشياء تبطل الضمان؟ نعم. قال: ثم شرع في مبطلات الضمان، يعني في بيان مبطلات الضمان، فقال:
وبطل الضمان إن فسد متحمل به، أي الدين المضمون كدراهم بدنانير لأجل وعكسه، فلا يلزم الضامن حينئذ شيء، أو فسدت الحمالة نفسها شرعا بأن اختل منها شرط. الحمالة اللي حيحمل عنه دينه اسمها حمالة، واحد حيحمل عن حد فسدت يبقى يبطل الضمان، بمعنى أنه لا يترتب عليها حكمها من غرم أو غيره، فلا يلزم اتحاد المعلق والمعلق عليه. ومثل لذلك بقوله زي إيه يعني؟ كبجعل للضامن من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي. ليه الجعل بيبوظ الموضوع؟ الجعل ده أنت بتعطيه فلوس أو مال أو شيء نظير عمل قام به، طيب لما يكون هو سدد عنك دينك ينفع تجعل له جعل؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه هو أساسا ما دام سدد عنك الدين بتاعك أو ضمن أن يسدده كأنه أعطاك ما تسد به، فينفع يعطيك مبلغ عشان تعطيه أكثر؟ ولا ده اللي هو ايه؟ قرض جر نفعا، ده القرض اللي جر نفع يبقى ربا، يبقى ما ينفعش. اي معنى كبجعل للضامن من رب الدين او من المدين او ولو من اجنبي، اجنبي يعني ايه؟ يعني برا اللعبه، ولا هو دائن ولا مدين، لا من ده ولا من ده. لان قال له سدوا لي يا اخي، والخمسه اللي حتدفعهم حدوم لك سته، لا ما ينفعش. يبقى يبطل الضمان لبطلان العملية اللي أفسدتها، اللي دخول الربا فيها، دخل فيها الربا فبطل ما يترتب على المعاملة كلها، بطل الضمان. قال كبجعل للضامن من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي. قال وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلا، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وإن أداه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان من السلف بزيادة، فتفسد الحمالة ويرد الجعل لربه. المال اللي قالوا ده كذا لا يرجع لصاحبه. ثم إن كان الجعل من رب الدين للحمير سقطت الحمالة والبيع صحيح، لأن المشتري لا غرض له فيما فعل البائع مع الحميل، إنما هو بر الموضوع. كما لو كان الجعل من المدين أو من أجنبي مع علم رب الدين، فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ورد الجعل. في كل الأحوال الجعل يرد إلى إيه؟ إلى صاحبه، حتى لا يترتب عليه إيه؟ فساد هذه المعاملات. وإن كان الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بضامن فإنه جائز. خذ بالله المبلغ البسيط ده واذهب إيه؟ شوف لي ضامن في الحتة الفلانية. طب ليه دي تنفع؟ دي أصلا مش في الدين، أنا ما قلت لهش اضمني وحزيدك ولا حديلك، لا، ده انا بقول له روح شوف لي ضامن. طب اشوف لك فين؟ ما فيش ضامن هنا، ما فيش الا في الحته الفلانيه. طب انا عشان اروحها هعطل نفسي عن شغلي، وهحتاج الى مواصلات، احتاج الى اكل في الطريق مثلا، فدي الجعل في هذا ينفع. ليه؟ لانه ليس جعلا في الدين نفسه، وانما في البحث عن ضامن اعطاه شيئا، يعني حدد له جعلا، يعني مبلغا معينا، سواء كان هذا المبلغ كبيرا أو صغيرا تراضيا عليه واتفق عليه على أنه سوف يأتيه بضامن، سوف يأتيه بضامن. إن كان الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بضامن فإنه جائز، فعلم أن محل البطلان إذا كان الجعل من أجنبي للضامن، إذا علم رب الدين، وإلا رد ولزمت الحمالة، يشيل عنه يعني. وبالغ على بطلان الضمان بالجعل بقوله وإن كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمونه، أي الضامن، كأن يتداين رجلان دينا من رجل أو من رجلين، ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين إذا دخل على ذلك بالشرط، برضو ده ما ينفعش، لأنه إيه؟ عمليتين متداخلتين وفيهم برضو إيه؟
فيهم الغرر يعني. واستثنى من منع ذلك قوله إلا أن يشتري شيئا معينا كعبد على وجه الشركة بينهما بثمن معلوم ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه فيجوز، أو يستلم من شخص مالا في شيء معين بينهما وضمن كل الآخر فيما يخصه فيجوز، أو يقترض شيئا من طعام أو عين أو عرض ويضمن كل صاحبه فيما عليه فيجوز للعمل، أي لعمل السلف الصالح بذلك، وما عملوا إلا لفهم الجواز من السنة، بشرط أن يضمن كل صاحبه بقدر ما ضمنه الآخر، ما يكونش في زيادة، لأن الزيادة تيجي تدخل الايه؟ تدخل الربا، دخل الربا. حتى لو كان على أحدهما الثلث والآخر الثلثان جاز إن ضمن ذي الثلث نصف ما على صاحبه من الثلثين، يعني يضمن له على الجزء اللي ايه تضمن في ايه في تلت، في التلت انت بدأ عليه التلتين انا اضمنك في التلت بس، ليه؟ لان انت بتضمني في التلت بس، يبقى لازم يكون الضمان ايه متفق، والا منع. وان تعدد حملاء لشخص، بنقول حملاء بضمه واحده ممنوع من الايه من الصرف. وإن تعدد حملاء لشخص ولم يشترط عليهم حمالة بعضهم عن بعض اتبع كل منهم، اتبع يعني تعقب، أي طولب بالشيء، يعني طالبنا بالشيء الذي عنده، اتبع كل منهم بحصته فقط دون حصة صاحبه، فإن كانوا ثلاثة ضمنوا إنسانا في ثلاثين وتعذر الأخذ منه ضمن كل واحد منهم عشرة، انتوا كنتوا ثلاثة وضمنتوه في ثلاثين، تعال يا عم انا مش همسك واحد فيهم واقول له هات الثلاثين، لا دول الثلاثة اللي ضمنوا كل واحد عليه التلت اللي يخصه، حصته في الضمان كده، حصته في الضمان التلت، يبقى يطالب بحصته فقط، ده عشان ما حدش يتساهل في الضمان، واحد يقول لك إذا كنت حتضمن بضمن معاك وبعدين ما تشوف شو وشه تاني، لا اللي خلي بالك أنت ده حتى لو ضمنت لضمانه سوف تطالب بحصتك معه، اثنين ضمن واحد خلاص في خمسين كل واحد عليه 25، ما ينفعش يقول لك لا أنا ضمنته عشان فلان ضمنه، لا تضمنته عشان ضمنته، وإلا مالك ومال فلان، ها أنت كذمة مالية مستقلة ولك أهلية في التعامل مستقلة عن الناس، فلازم تحسب إيه أعمالك قبل أن تقوم بها. وإن تعدد حملاء لشخص ولم يشترط عليهم حمالة بعضهم عن بعض تبع كل منهم بحصته فقط دون حصة صاحبه، فإن كانوا ثلاثة ضمنوا إنسانا في ثلاثين وتعذر الأخذ منه ضمن كل واحد منهم عشرة، ولا يؤخذ بعضهم عن بعض بأن قالوا نضمنه أو ضمانه علينا. وكذا إن تعدد غرماء ولم يشترط إلا أن يقول رب الحق لهم أيكم شئت أخذت بحقي، إذا قال أيكم شئت أخذت بحقي جاز له، فله أخذ جميع الحق ممن شاء منهم، لكن إذا لم يشترط ذلك يبقى برضو بالحصة ولو كانوا حضورا أملياء. ورجع الدافع للحق على كل منهم بما يخصه، الدافع للحق اللي دفع ده يرجع على كل واحد منهم برضو بالحصة، ايه بالحصة بتاعته، ان كانوا غرماء لرب الحق اصالة، كان اشتروا منه سلعة وضمن كل صاحبه بان قال لهم ما ذكر، وإلا يكونوا غرماء بل كانوا حملاء عن مدين فعلى الغريم، أي فالرجوع على الغريم، فأرجع الدافع بما أدى لرب الدين على الغريم لا على المين لا على الحميل ولا على الضام، ولا يرجع على كل أحد من أصحابه لأن الموضوع أنه لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض،
لأنه لو اشترط حمالة بعضهم عن بعض بأن قال آخذ حقي من أي واحد منكم شئت، خلاص له هذا الشرط يمضي، وأي حد فيهم يقول تعالى أنا جاي قدامكم كلكم حاخذ الحق من الجميع، فكأن كل واحد فيكم مستقل بنفسه وإن اجتمعتم. قال كترتبهم في الحمالة بأن ضمن كل منهم الغريم بانفراده واحدا بعد واحد، من الضمن الأول فلان، ومن بعد منه علان، ومن بعد منه فلان، يبقى خلاص على الترتيب. كترتبهم في الحمالة بأن لم يضمنوا، هم ضمنوا جميعا لكن لم يضمنوا في مجلس واحد، بأن ضمن كل منهم الغريم بانفراده واحدا تلو الآخر واحدا بعد واحد، أو قال كل منهم ضمانه علي أو أنا ضامن له، فلرب الحق أخذ حقه ممن شاء منهم، ولو كان الجميع حاضرين أملياء، حاضرين يعني موجودين مش غايبين، وأملياء يعني موسرين وليسوا معسرين. علم أحدهم بحمالة الآخر أم لا؟ طيب بعدين، ورجع الدافع على الغريم بجميع الحق الذي دفعه عنه، وليس له رجوع على أحد من الحملاء كما هو ظاهر، فإن شرط ذلك يعني شرط أن الحمالة عليهم أو حمالة بعضهم عن بعض، وهذا مفهوم قوله ولم يشترط، أخذ إن شرط ذلك أخذ كل من الحملاء به، أي بجميع الحق، سواء قال أيكم شئت أو لا، إلا إن قال آخذ كلا ولو حضر الباقي مليا، يعني حاخذ كل حقي من فلان ولو حضر الباقي، بقية الغرماء أو الحملاء بإيه وكانوا أمليا، وخلاص أنا قال حاخذ حقي كله، ولو حضر الباقي مليا. ورجع الدافع عن على من لقيه من أصحابه بغير ما أدى عن نفسه، يعني إيه؟ يعني إحنا الرجل قال حاخذ حقي من أي واحد شفته فيكم، وإحنا ثلاثة ضامنين، والرجع على 150، حصة واحد كل مننا كل واحد حصته 50 من 150، إحنا الثلاثة، هو لقي واحد وكان مشترطا من البداية أنه سوف يأخذ حقه من أي واحد منا، وخد مين؟ خد 150 من واحد. طيب الثاني بقى عليه أن يرجع على صاحبيه بكل واحد من حصته، يقول له تعالى عليك 50 ده على 50، لأنه رجل خد حقه إيه كله مني أنا، وأنتوا ضامنين زي أو حملاء زي. ورجع الدافع على من لقيه من أصحابه، يعني اللي هم معاه في الموضوع، بغير ما أدى عن نفسه، اللي أدى عن نفسه خلاص ليس له الرجوع فيه على أحد، بكل متعلق برجع، أي يرجع بجميع ما على الملقي، الملقي المقابل الذي لقيه، بفتح الميم وكسر القاف وسكون اللام، ثم ساواه فيما عليه غيره ممن لم يلقه إذا كان الحق عليهم. قلوا بس صاحبك الثالث ما حدش شايفه شكله، يبقى أنت هتدفع 75، 50 اللي عليك والخمسة وعشرين نص اللي على صاحبك، وأنا هشيل زيك يبقى النص الثاني علي. يرجع بجميع ما على الملقي ثم ساواه فيما على غيره ممن لم يلقه إذا كان الحق عليهم، بأن كانوا غرماء، كثلاثة اشتروا سلعة ب300 وشرط البائع حمالة بعضهم عن بعض، فإذا لقي أحدهم أخذ منه جميع الحق، المفروض عليه 100 بس، لكن هو من البائع شاطر ومن الأول اشترط إني اللي ألاقيه فيكم حاخذ الحق بتاعي كاملا منه، شرط البائع حمالة بعضهم عن بعض، فإذا لقي أحدهم أخذ منه جميع الحق، ثم إذا لقي الدافع واحدا من صاحبيه أخذ منه ما عليه وهي 100، ثم يساويه في 100 الباقية، بأنه إحنا اثنين بندور على صاحبنا، فأن يأخذ منه أيضا 50، ثم إذا لقي أحدهما الثالث أخذ منه 50، بل ولو كان الحق على غيرهم بأن كانوا حملاء عن غريم، كثلاثة
حملاء بثلاثمائة من غريم اشترط ربها حمالة بعضهم عن بعض، رب هذه المعاملة يعني أو رب الثلاثمائة، اشترط ربها حمالة بعضهم عن بعض، لقي رب الحق أحدهم أخذ منه الجميع يعني الثلاثمائة، فإن لقي الغارم أحدهما أخذه بغير ما أدى عن نفسه وهي مئة فيأخذه بمئة وهي ما على الملقي، ثم ساواه في المئة الثالثة التي على غير الملقي فيأخذه بخمسين فوق المئة، فيكون كل منهما قد غرم مئة وخمسين. فإذا ألقى أحدهما الثالث أخذه بخمسين، ثم كل منهم يرجع على الغريم بمئة، وقوله ولو كان إلى آخره أي بناء على تأويل الأكثر. ثم قال وقد علمت من جميع ما تقدم أن تعدد الحملاء فيه ثماني صور، لأنه إما أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض أو لا، وفي كل إما أن يقول أيكم شئت أخذت بحقي أو لا، وفي كل من الأربعة إما أن يكونوا حملاء أو غرماء، فإن لم يشترط لم يأخذ كلا إلا بحصته، يعني ما يسألش واحد إلا عن نصيبه بس، لأنه لم يشترط أن يأخذ حقه عن الجميع. إذا لم يقل أيكم لقيته أخذت حقي منه، فإن قال ذلك أخذ كلا بجميع الحق، وإن اشترط فكذلك سواء. قال أيكم شئت أخذت بحقي أو لا، سواء قال أيكم شئت أخذت بحقي أو لم يقل ذلك، إلا أنه إذا قال فله أخذ الجميع ولو كان الباقي حاضرا مليا، وإذا لم يقل لم يأخذ جميع الحق إلا عند تعسر الأخذ من الباقي بموت أو بغيره. والتراجع قد علم مما تقدم، وهذه الثمانية غير مسألة الترتب. هذا هو إيه؟ هذا هو الضمان الأول، ثم القسم الأول من الضمان. قال ثم شرع في بيان القسم الثاني من الضمان، وهو ضمان الوجه، فقال وضمان الوجه هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل، وبرئ من الضمان بتسليمه أي بالمضمون، قل له أنا هجبه لك، ده ضمان الوجه مش ضمان أنه هيدفع عنه، لا ده هيجيبه أنا أسلمه لك، خفش مش هيروح حتى. ضمان الوجه هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل، وبرئ من الضمان بتسليمه، بمجرد ما يسلمه له خلاص أنا قايل لك حدفع له، لا أنا قلت لك حجبه لك وجبته أهو خلاص، في ضمان عندي؟ لا ما فيش ضمان، براء أنت بقى، روح وسيبني أنا إيه أتصرف أنا معه. وبرئ من الضمان بتسليمه أي بتسليم المضمون له أي لرب الحق، وإن كان المضمون عديما يعني معسرا لا يجد ما يسدد به، لأنه لم يضمن إلا وجهه، أنا لم أضمن أنه يدفع لك، ولم أضمن أيضا أنني أدفع لك عوضا عنه أو بدلا منه، ولكنني ضمنت لك أن آتيك به وقد أتيتك به، لا دخل لي بأنه معسر أو موسر، يعني هو معسر ولا متيسر مليء عنده فلوس ولا فقير، ده مش موضوعي أنا، أنا موضوع قلت لك حجبه لك ساعة حلول الأجل إذا لم يدفع لك ما عليه وقد أتيتك به. وإن كان المضمون عديما لأنه لم يضمن إلا وجهه، أو كان المضمون بسجن أي فيه بأن يقول له غريمك في هذا السجن فشأنك به، أنا قلت لك حجبه لك لو كان طليق حر، لكن هو مسجون في الحتة دي وأنا أعلمك أهو، طيب وده راح تحقق فعلا فلان مسجون هنا مسجون هنا خلاص، يبقى الضامن ده إيه؟
ارتفعت عنه لموضوع الضمان، ملوش حاجة عندي تاني. بأن يقول له غريمك في هذا السجن فشأنك به، أو سلمه له بغير البلد، أي غير بلد رب الحق، أو غير البلد التي وقع فيها التعامل والضمان، إن كان به أي بغير البلد حاكم يقضي بالحق. قال: وبرئ الضامن بتسليمه، بتسليم المضمون نفسه لرب الحق، تسليم المضمون إن أمره الضامن به، أي بالتسليم بأن قال له اذهب لرب الحق وسلمه نفسك، يعني الضامن سلم نفسه، الغريم سلم نفسه، يبقى الضامن يبرأ. أنا كنت هروح أجيبه، قلت له يا أخي روح سلم نفسك لفلان اللي حاضر، سلم نفسه، ارتفعت الضمانة، اتصل عليه: يا عم جالك صاحبك؟ اه جاء. علي حاجة أنا تاني؟ لا خلاص أنت براء، شغلتك تسلمه لي، وجاء سلم نفسه ولي، خلاص ما عليكش حاجة أنت. وبرئ الضامن بتسليمه المضمون نفسه لرب الحق إن أمره الضامن به، أي التسليم بأن قال اذهب لرب الحق وسلمه نفسك، ففعل. فإن لم يأمره به لم يبرأ، وحل الحق في جميع ما تقدم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لمحة ونفس عدم أوسعه علم الله.